الشرقية عدد اللجان للثانوية العامة 162 لجنة، عدد الطلاب اللي هيقدروا امتحان السنة دي إن شاء الله حوالي 45,000 طالب. طبعا الوزارة والحكومة المصرية كلها والمحافظة بتنفذ جميع الإجراءات الاحترازية بالتنسيق والتعاون مع جميع أعضاء المكتب التنفيذي في المحافظة، في تشكيل لجنة برئاسة معالي الوزير المحافظ لإدارة ملف الثانوية العامة والدبلومات الفنية، ممثل في مديرية الأمن والصحة والتموين والتأمين الصحي والشباب والرياضة وكل الجهات المعنية في المحافظة الشرقية، بنتعاون على أساس إن إحنا إن شاء الله بإذن الله نخرج امتحانات تليق بمحافظة الشرقية وتليق بجمهورية مصر العربية. الحقيقة السنة دي إجراءات غير مسبوقة من ناحية تأمين الطلاب وبالذات من الإجراءات الاحترازية. إحنا السنة دي إن شاء الله يكون في بوابة لتعقيم الطلاب والعاملين أثناء دخولهم لمقر اللجنة، وهنا عايزين ننوه ونقول إن طبعًا ميعاد المخصص لدخول الطلاب من الساعة 8 للساعة 9، بعد الساعة 9 مفيش حد يسمح ليه بالدخول، والهدف من الكلام دوت إن يتم اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية المطلوبة من حيث تسليم الماسك للطالب والكفر للشوز والتعقيم للطلاب من خلال المرور بالبوابة بتاع التعقيم، وفي نفس الوقت برضو التعقيم بالمطهرات، والطلاب يبدأوا يخشوا اللجان على أساس إن الامتحان هيبدأ إن شاء الله بإذن الله السنة دي الساعة 10. والحمد لله إحنا شفنا طبعا معالي الوزير ولما في المؤتمر الصحفي، وتم رفع مواد اللي هي ما بتخشش في المجموع من الجدول، وتأثيرها على إن عدد الأيام قل طبعا يوم. إحنا عندنا أقصى عدد أيام امتحان 9 أيام، ودي هيمر بيها الطالب بتاع الرياضيات، اما الطالب الادبي والطالب العلم علوم هيبقى عدد ايام الامتحانات بتاعت 7 فقط، رغم ان احنا بادئين الامتحانات من 21 حتى 21، يعني الامتحانات على مدار شهر، وده بيبين برضو ان الوزاره حريصه على ابنائنا الطلاب على اساس ان احنا ما يبقاش فيه يبقى فيه تباعد، وفي نفس الوقت يبقى في مده كافيه لمراجعه المواد بتاعته قبل ما يحضر الامتحان. ان شاء الله قبل ما الطلبه هتكون راحت اللجنه هتكون متعقمه، وفي نفس الوقت بعد ما يخلصوا هيتم تعقيم اللجنه برضو. يعني الحمد لله ان شاء الله يعني جميع الجهات كلها بتتضافر بحيث ان شاء الله ان احنا نطلع امتحانات تليق بمصر ان شاء الله. طب لو طالب مثلا تعرض لظرف طارئ سخونيه وهو داخل الامتحان، او في الفتره اللي بين الماده والماده تعرض مثلا ان هو اصيب بكورونا او باي مرض عارض، يعني غير برضه احنا عايزين نطمن اولياء الامور، والكلام ده طبعا معلن، احنا نمره واحد الطالب او ولي الامر اللي عايز ابنه ما يخشش الامتحان السنه دي خالص هيقدم طلب وهيتم الموافقه عليه انه يخش الامتحان السنه الجايه كفرصه اولى ليه، يعني مش هتعتبر سنه رسوب، ودي اول مره تحصل عشان الاجراءات الاحترازيه. الحاجه الثانيه، الطالب او الطالبه اللي اثناء دخوله اللجنه حصل له اي طارئ او عارض من العوارض، والطبيب اللي موجود او الزياره الصحيه اللي موجوده تتخذ معاه الاجراءات الطبيه، هيتم نقله سياره اسعاف للمستشفى، هيتعمل تقرير علشان احنا نحتفظ بحقه في دخول الامتحان بتاع الدور الثاني كفرصه اولى بالنسبه له، كفرصه اولى. وبالتالي هو لو لا قدر الله لو عنده بقى مادتين ثاني لما دخل الدور الثاني اعتبره فرصه اولى، ممكن في الحاله دي تبقى ليه امتحان هو ثاني دور ثاني ليه. طيب احنا عندنا في طلبه قدمت اعتذارات عن الثانويه العامه، لسه احنا اعلنا الكلام دوت النهارده وبعتناه للادارات التعليميه عشان اي ولي امر يرغب في تاجيل الامتحان لابنه السنه الجايه يتقدم للاداره التعليميه، والادارات التعليميه تجمع لنا وترجع تبعته للمديريه، احنا هنجمع الكلام ده كله ونبعته للوزاره عشان ناخد موافقه رئيس قطاع التعليم العام بالسماح للطالب انه يخش السنه الجايه كفرصه اولى. فلسه الكلام ده معلن النهارده، واحنا مستعدين لتلقي اي طلبات من اي ولي امر. طب احنا السنه دي المراقبين من محافظه الشرقيه زي كل المحافظات ولا هيبقى في تبادل؟ ان شاء الله الملاحظين الغالبيه العظمى من داخل نفس المحافظه، واحيانا بيبقى في حاجات على المناطق الحدوديه اللي بين المحافظات بيبقى من اداره لاداره، دي بتبقى اقرب كمان من ان هو يروح محافظته،